ويكفي قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. من الذين آمنوا اللي الله بيخرجهم من الظلمات إلى النور؟ الذين قال الله فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بتخاف من الله، فالمؤمن حق الذاكر لله. والنبي قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت.